احرص على إخفاء العمل قدر المستطاع، لا تظهر عملك للناس لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر، لا توصل رسائل للناس بطريقة غير مباشرة أنك تقوم الليل وتصوم النهار أو أنك تنفق أو تبذل أو غير ذلك. كما قال الذهبي رحمه الله: ليتق الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه، لا داعي للحديث عن هذا. فخير العمل أخفاه كما يقول الفضيل، وأمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. أخفي حسنتك، هذه وصية أبي حازم رحمه الله، أخفي حسنتك كما تخفي سيئتك، ولا تكونن معجبا بعملك فلا تدري أشقي أنت أم سعيد. لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة، هذه وصية بشر ابن الحارث. هذا أبو الحسن القطان رحمه الله يقول: أصبت ببصري عمي وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة، الرحلة في طلب العلم. يقول الذهبي: صدق والله، فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. وكلكم يعرف خبر عبد الله بن المبارك لما خرج إلى العلج الذي قتل جمعا من المسلمين في المبارزة، فقتله ابن المبارك وتلثم فاجتمع عليه الناس، فلما جاء رجل وأخرج وجهه عاتبه على ذلك. وكلنا نعرف أيضا خبر ذلك الرجل الذي فتح ثغرة في الحصن نقبا، ودخل وفتح باب الحصن للمسلمين بعدما طال الحصار لأولئك الكفار، فالقائد مسلمة يريد أن يعرف هذا الرجل، وأقسم على الناس أن يبدي هذا الرجل نفسه. فجاء رجل بليل وطرق بابه واشترط عليه أنه إذا أخبره فلا يبحث عنه بعد ذلك أبدا، فعاهده فأخبره، فكان القائد مسلمة يقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق. ما قال أريد درعا، أريد شهادة، أريد جائزة، أريد تكريم، لا، يريد أن لا يعرف. يقول محمد بن واسع رحمه الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، وكان أبو وائل يقوم الليل ويبكي ويناجي طويلا وينشج نشيجا لو أعطي الدنيا على أن يبكي وأحد يراه لم يفعل.